والله عبد الرحمن كان قبلي في المسلسل ده، وممكن يقول لي انت وحش او المشهد ده لا مش ما تعمله احلى من كده، عادي جدا ما بيننا ده عادي جدا. من البدايه انا عارف ان هو على منصه واتشيت وكنت تمام على كده وماضي على كده، وده بالنسبه لي كان في ميزه يعني. والله في ظروف قهريه يعني كتيره واجهتنا، يعني قهريه الهيه يعني ملهاش دعوه بتقصير من اي حد. هو في كانت اجزاء من المداح انا اول مره يصادفني لقيته حلو جدا. محمد عبد الرحمن توتا دكتور طبيب نفساني، بيجي له يوسف اللي هو شخصيتي في المسلسل، وبطلب منه انه يعالجني، فبيكتشف ان هو بيعالجني من القتل. انا قاتل ومدمن على القتل وهو بيعالجني من القتل، فدي بتعمل، وهو شخصيته مهزوزة وضعيفة جدا، وهو محتاج دكتور نفساني اصلا، الدكتور تعبان يعني، فلما يظهر له شخصية قوية بالقوة دي وبيهدده بيقول له لو ما عالجتنيش هقتلك، وهو قادر انه يعمل كده لانه موري له ناس قتلها فعلا، فدي بتخلق بقى. فهو ده الكشف المستعجل اللي هو كان عايز يخش يكشف، اللي هو يوسف للدكتور، للدكتور سهام. او انت بيجي لك سيناريوهات كتيره جدا، انت الاختيارات وذكائك في اختيار الحاجه اللي انت بتقدمها، وتحس ان انت عملت الشكل ده كتير، فكفايه ممكن العب في منطقه جديده، ممكن اعمل حاجه، والمنطقه الجديده دي ممكن تكون في الكوميديا برضو. ما هو الكوميديا دي برضو اشكال وانواع واصناف كتيره جدا، فالشكل اللي انت تختاره، الشكل اللي يليق عليك، او الشكل اللي انت تقدر تحققه وتخليه يليق عليك، لو من البدايه مش شبهك قوي فتقدر يبقى شبهك وتقدر تعمله، فدي بقى بتبقى تحديات حلوه بالنسبه لك. على حسب، ساعات ممكن يجي لك عمل جاهز تقراه تلاقيه كله تمام، بتبقى يعني التفاصيل اللي انت بتبقى عايزها. طالما احنا داخلين من البدايه، ما احنا بنشوف كل اللي يعني، بقول انا مش مثلا في، طب ما دي ليه كده، مش حاسسها تبقى كده، طب ما ممكن تبقى كده، فممكن يبقى في موافقه وممكن يبقى في رفض، وممكن نوصل ونتناقش لحد ما نوصل لافكار معينه بنختارها خلاص واحنا على الترابيزه. بس لما بنيجي نصور خلاص بنصور اللي احنا اتفقنا عليه، لان هو كده لازم تحضر كويس بعد كده تخش تشتغل. هو من الاول خالص، من الاول قوي، ده من ايام الجامعه، لازم من الاول قوي. عبد الرحمن والله عبد الرحمن كان قبلي في المسلسل دوت، يعني هو كان قبلي في المسلسل دوت. بعد كده كريم كلمني، كريم ابو ذكر المنتج طبعا، كلمني وعرض عليا الفكره، وتوتا هو اللي بيلعب الدكتور، فبسط وحسيت ان دوري جديد، وهمثل مع عبد الرحمن في تجربه شكلها حلو وجديد يعني. واكون اتمنى ان انا اول مره لما اشتغل مع عبد الرحمن تبقى حاجه كويسه جدا، لان هو مميز جدا وهو من الكوميديانات الاذكياء جدا، فانا بحبه اصلا، بحب شغله. فقلت تعال نشوف بقى يعني ايه اللي ممكن يحصل في التعاون دوت، والحمد لله كان ظريف جدا يعني، التعاون ظريف جدا. اكيد احنا في حياتنا يعني مش هتبقى بعيده من واحنا بنصور، يعني مثلا بقول قط اكيد انا بقف واقف مع توته صاحبي يعني، فاحنا متعودين على بعض، انا فاهم الطريقه اللي بيضحك بيها وفاهم الكاركتر اللي هو عامله، لازم اكون هاضمه عشان وانا بتعامل معاه يبقى في كيمياء ما بيننا، لازم اكون هاضم الكاركتر بتاعه وهو هاضم الكاركتر بتاعي، فممكن بننبه بعض يعني. انا يعني مثلا لو معايا مثلا واحد زي عبد الرحمن بقدر انبهه يعني، ممكن اقول له على حاجه، طب ما تعمل كذا، هو يقول لي ما تقول كذا. ممكن مع ناس تانية ما اقدرش اقول له كده يعني، عشان ما يحسسوش ان هو ان انا بقول له على حاجات او بضيف له، او يفتكر ان انا ببين ان انا عايز اقول له حاجات. لكن ما بيننا احنا لا، ممكن يقول لي انت وحش او المشهد ده لا مش ما تعمله احلى من كده، عادي جدا ما بيننا ده عادي جدا. والله اصلا من البدايه عارف انا كنت ماضي كده يعني، انا اللي جه بعد كده ان هو ان شاء الله هيتذاع على في التلفزيون، هي حاجه كويسه جدا بس دي حاجة زيادة يعني. لكن أنا من البداية أنا عارف إن هو على منصة واتشيت، وكنت تمام على كده وماضي على كده، وده بالنسبة لي كان في ميزة يعني. يعني أنت عشان تتفرج على المسلسل بتاعي لازم أشترك في منصة أو تبقى موجود عليها، إنه مش متاح للبتاع، وكمان في النص التامر أكون متاح للكل، فدي حاجة كويسة جدا. يعني طلعت حظ كان معايا أنور، وعمر ودياب كان معايا ربيع، مش متظبط ولا أي حاجة، مش متظبطه خالص، هي بتبقى صدف. وبعدين احنا الحمد لله في المنطقه دي احنا موجودين، فلما بيبقى في ترشيح، فلو مثلا يعني مثلا ده من الاسباب اللي انا مضيت المسلسل ان توته هو اللي بيعمل الدور، فانا عارف انا داخل وانا مرتاح، همثل وانا مرتاح،
هيكون معايا حد فاهمني وفاهمه، فنشوف ايه يمكن نعمل حاجة جامدة مع بعض، يمكن كميتنا تبقى حلوة. وده الحمد لله اللي وصل للناس دلوقتي. ما انا بصور في رمضان يعني متأخر، عارف دي ما فيهاش حاجة يعني. وطبعا والله في ظروف قهرية يعني كتيرة واجهتنا، يعني قهرية إلهية يعني، ملهاش دعوة بتقصير من أي حد بصراحة. يعني احنا كان عندنا سفرية اللي بنسافرها في المسلسل، فكنا رايحين العين السخنة، روحنا العين السخنة كان فجأة حصل زعابيب ومعرفناش نصور فرجعنا، فده كان تايم لأن ده سفر فبياخد معاك مش أقل من 4 5 أيام عشان ترجع تسطب من جديد وتجهز لديكور جديد تشتغل فيه، وحاجات شبه كده. فالحاجات دي ودايما بتحصل يعني، الواحد خلاص بقى متعود يعني. اللي ما عجبنيش، مش هقول لك مين اللي ما عجبنيش، لان انا بص والله العظيم بجد عارف، وانا بتفرج على يعني في فتره قبل كده كنت بقعد وانا بتفرج بعين المحترف والمتخصص واللي فاهم يعني، انا شايف اللي ورا الكاميرا يعني دايما، وانا باجي اتفرج ببقى شايف المشهد وشايف السيت اب كامل، ببقى شايف اللي ماسك البتاع جوايا، ببقى متخيل، ما انا فما بستمتعش ما ببسطش. فقلت انا بعد انا هتفرج زي اي مواطن عادي يعني، هفصل نفسي يعني، انا مش ممثل، انا انسان عادي بتفرج، فبتفرج فببسط يعني. ما اقدرش احكم من دلوقتي واقول، لكن والله معظم الاعمال يعني زي ما الكبير لازم يتفرج على الكبير في رمضان، احنا متعودين على كده من زمان، من 10 سنين بنتفرج على الكبير، فبقى حاجة مرتبطة برمضان. أمين وطه دسوقي عاملين مسلسل ظريف، اتفرجت على أول حلقة، ظريف جدا، مقدمين مجهود حلو وجميل. اتفرجت على المداح أول ما يعني، هو في 3 أجزاء من المداح، أنا أول مرة صادفني لقيته حلو جدا، فقلت طب ما معمول 3 أجزاء أكيد كان حلو جدا. وحمادة ممثل والله جميل جدا، عاجبني جدا. اتفرجت على الأجهر، عمرو سعد بحبه جدا ودايما بيحاول يعمل حاجة شكلها حلو، والسنة دي شكل التريلر بتاعه مختلف جدا يعني، هو في حتة أفريقيا وكينيا وغابات وأطفال وبتاع، فكان شكله حلو فاتفرجت فبرضه كويس. شفت الحاج اكسلانس عشان أنا بحب بعشق محمد سعد فلازم أتفرج عليه. مستني مسلسل منى زكي يعني، البرومو بتاعه قوي جدا. شفت الهرش السبعة أول حلقة، جميل جدا، مسلسل ناعم وظريف. فأنا بتفرج زي يعني اللي بتفرج عليه، الأكل اللي هتحطه لي هاكله وهبقى مبسوط. وسر الباتع أول حاجة شفتها أصلا تقريبا، لأن تقريبا هو اتذاع بدري شوية، برضو مسلسل تحس إن في ملحمة في حاجة. وسعداني وفهمي عاملين ادوار يعني مختلفه بجد، وشكلهم حلو جدا، ربنا يخليك. ومبسوط جدا باللقاء الخفيف الظريف دوت مع صديقي احمد عارف، وان شاء الله يعني وان تيك يبقى فوق وفوق كمان ان شاء الله. شكرا وكل سنه وانتم طيبين.